مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء النادرة والقليلة الانتشار في وقتنا الحالي، وهي من الأسماء التي لها من المعاني الراقية والقيمة ما يجعلها اسما مميزا وفريدا. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم طلة. طلة اسم علم مؤنث من أصل عربي، وهي واحدة الطل، والطل هو المطر الخفيف والضعيف أو الذي يكون له أثر قليل، والندى الذي ترسله عروق الشجر إلى غصونها، الحسن والجميل والمعجب من كل شيء، واللبن أقل في الناقة أو كثر. يقال ما بالناقة طل، أي ما بها لبن، وهو أيضا المرتفع من صحن الدار، يهيأ لمجلس أهلها أو يوضع عليه الطعام. والطلة أيضا هي الخمرة اللذيذة السلسة والنعمة في المطعم والملبس، والمرأة العجوز وزوجة الرجل وذات الرائحة الزكية والإطلالة البهية الحسنة. يقال ما أجمل طلتها، أي ما أحسن ظهورها وبروزها. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة صاحبة قلب طيب، هادئة الطباع ومسالمة، مؤدبة وخجولة ولا تحب العنف، مبدعة ولديها العديد من المواهب، تحب الوضوح في تعاملاتها مع الآخرين وتقدر الواضحين، متميزة في تفكيرها وأسلوب عيشها، وتتطلع للكمال والمثالية في حياتها، تحب الموضة والجمال وتعتني بنفسها وجمالها، خفيفة الظل ومحبة للوناسة وسعة الصدر. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم طلة؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.